السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة هنتابع لليوم الثاني الزغاليل، ال15 زغلول اللي كانوا معانا امبارح. نشوف النهاردة بداية من أصغر زغلول اللي هو كان فائس، اللي قلنا امبارح إن هو عمره يوم. أهو بسم الله ما شاء الله أصغر زغلول معانا، لحد أكبر زغلول اللي هو مش عاجبني دلوقتي، شايف إن ريش الجناح كده زي ما حضراتكم شايفين. حاول نعطيه كلسم، في كذا طريقة للكلسم هنشوف مع بعض. ومعانا الدبل، الزغاليل اللي ما لبستش الدبل، اللي ينفع تلبس الدبل نلبسها الدبل، دي المتابعة اليومية. ونشوف برضو الزغلول اللي مش واكل نأكله، وهنعطي لليوم التاني الفلاجيل. طيب هنبدأ النهاردة نعطيهم الفلاجيل لان هم خدهم يوم واحد، هنعطي اليوم التاني. هنعطي لليوم التاني اللي هو امريزول اللي هو معانا اللي اعتنى منه امبارح. بسرعة كده نأتي الزغاليل كلها. انا بعطي للكبير سنتي وللصغير نص سنتي تقريبا يا جماعة كده، يعني ما تخافش هو مش هيضر في حاجة، علشان نأتي بسرعة للمجموعة كلها. ما تخافش الموضوع مش هيعطلك كتير، لكن مهم جدا موضوع الفلاجيل للزغاليل. ده كده خلصنا ال15 زغلول الفلاجيل، فاضل 3 اللي ما اعطيناهوش امبارح عشان كان لسه صغير، يعني ممكن نعطيه النهارده. لكن انا قلت قبل كده ان افضل عمر للفلاجيل او امريزول اللي هو الثامن والتاسع والعاشر، لكن انا عشان اعطي الكميه تمشي مع بعضها انا عملت كده. طيب كده خلصنا الفلاجيل. طيب نشوف بقى ايه اللي فيهم الزغاليل، اللي لو فيهم زغاليل جعانة نأكلها. انا بنعمل كده مرة كل يوم، حد يقول لي ليه انت بتأكلهم، السؤال اللي جاني ما تسيبهم لأهاليهم. طيب احنا بنساعد يا جماعة علشان نتابع. اهو كيس الحليب اللي هو مسحوق الحليب ده، هناك كمية للزغاليل اللي هي الزغاليل اللبة اللي لسه من عمر يوم حتى عمر اسبوع، هنعطيهم من ده. بعد ما قلبنا ضفنا عليه المية المسحوق. شوف الزغاليل عشان هي متعودة بتستنى الاكل، شوف حضرتك بيستنى ان انا اكله اهو. ممكن بالسرنجة وممكن باضافة الخرطوم ده، يعني انا بعرف اعمل بدي وبعرف اعمل بدي، لكن حضرتك شوف الطريقة اللي انت تعمل بيها اعمل بيها. استبعد اللي عملناه ده اللي هو اصغر واحد اهو، شوف ما شاء الله. احنا مش طبعا بنعمل كله، بنشوف اللي محتاج بس، لكن ده محتاج مية. شوف يا جماعة ده جامد فيه الاكل ازاي، دي مية. احنا بنشوف نتابع الزغاليل اللي محتاج حاجة بنعطيها له، بس ما بنعطيش كله زي بعضه، اللي محتاج حاجة فقط بس. ده فعليا النقطة دي هو شبعان، ده نعطيه. طبعا هنرجع الزغاليل لأهاليها يا جماعة عشان محد بيسأل السؤال ده. احنا مش بنشيلهم من أهليهم، لكن احنا بنتابعهم مرة كل يوم، ما ينفعش تسيبهم كده تلاقي زغلول ضعيف ده واكل ذرة، اهاليه مأكلينه خشن وهو لسه المفروض يكون لبة. فاحنا بنساعد برضو، هنعطيه من الحليب بتاعنا ده، او في ميكسات اللي هي الميكسات الغالية، لكن احنا ده ارخص حاجة ممكن تعمل بيها اهو. ده برضو زغلول
فيه حصلت فيها درة جامد هنديله سرنجة من ده. اه ما شاء الله. تمام كده. طيب يبقى دي الزغليل الصغيرة اللي محتاجة اللبة، لكن الزغليل الكبيرة بناتيها المسحوق بتاعنا اللي هو طحين الحبوب. طيب انا مجهزه الطحين اهو، هنقلبه بس كده ونبدأ نعطي اللي هو الجعان فيهم، بس فقط بالسرنجة الكبيرة دي. هو بقى اذا غطى حضرتك تعرف تضغط بيها. جيب الزغليل اللي جعانة بس او اللي مش واكلة كويس، ده نقول الزغلول الكبير شوية. طبعا الصغير لا، الصغير احنا عطناه اللي هو الحليب. هنساعد بس كده يا جماعة، نديله تزويدة. تمام كده. قلبها في كل مرة ونسحب منها وناتي للي محتاج ان شاء الله. ده ممكن كمان ياخد من ده، وعلى فكرة الطحين بتاعنا او الخليط المسحوق اللي احنا مسحوق الحبوب يعني هو ينفع للاعمار الصغيرة، لكن انا بفضل اعطيهم حليب علشان ده اكبر زغلول يا جماعة، علشان هو يستفاد الحليب افيد لهم من اي شيء في الوقت ده، زي ايه حليب الام اللي احنا دايما ليه هو تسمى اللبة، تسمى الزغليل اللبة من الزغلول الكبير من اللبن، فعشان كده سموه اللبة. طيب كده خلصنا، وكلهم كلهم الحمد لله وشبعهم. يبقى نشوف الزغلول اللي هو انا قلت ريشه ده مش عاجبني، اللي هو ريشه مش عاجبني ده اعطيه ديكال بي 12. انا معايا ديكال بي 12 اهو، هعطيه منه سنتي، ولا اشوف اي زغلول تاني زيه اعطيه برضو سنتي. طبعا اللي يقول رجل ازازة، هو ده مش محتاج رجل ازازة، الفلاجيل اللي محتاج تترج. اعطي سنتي للزغلول ده، وفي زغلول تاني برضو حاسس ان هو لسه يعني برضو ريشه كده، اعطيه سنتي. وده كمان الزغليل اللي هي في مرحلة الريش، انا اتيها كلها اللي هي بدأت ايه الريش يبقى فيها كده، بدأت تريش او بقولوا ايه مرحلة التدبيس، بيقولوا زغلول باتش يا جماعة. اهو احنا بنكلمكم بلغة يعني ايه مربين الفراخ مش مربين الحمام علشان المبتدئين. تمام كده خلصنا موضوع النهاردة، لكن لسه فيه نشوف ايه الدبل. قبل ما انسى كنت هنسى الدبل، نشوف الزغلول اللي مش لابس دبلة نلبسه دبلة. دول لابسين ده قبل ما رجله تكبر ما انتش عارف ادخله الدبلة، هو ده الحجم اللي ينفع ادخل فيها الدبلة اهو. ندخل كده، طبعا هو يفضل الصابع اللي برا ده نعديها منه كده ونشد كده، نحاول نشدها الصابع ده بايه، ممكن تدخل قلم كده سن القلم وتشد الصابع ده زي ما انا عملت كده. خلاص لبس الدبلة ونقول له مبروك. نشوف التاني في حاجة تاني. في ده كمان الزغلول ده كمان ملبس دبلة، نلبسه الدبل ونبارك له على الدبل. نفرد الصوابع، الثلاث صوابع اللي قدام دول
نفردهم ونعدي الدبلة. يتفضل تحت الدبلة الصباع الأخير ده، نشده بسن القلم كده. تمام، مبروك يا سيدي. لسه فيه ده، نسيبه لبكرة، نسيبه لبكرة كفاية عشان ما تقعش منه الدبلة، يبقى لسه معانا ثلاثة من غير دبل. كده نكون خلصنا موضوع النهاردة. استنونا بكرة نتابع الخمستاشر زغلول دول ونشوف وصلنا فيهم لإيه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.